سلام بين سلمى وسلام بين سلمى وسلام بين سلمى وسلام ما بين سلمى وسلام قصتنا هذه يومية توصف لنا حالة الناس وأحلام حلوة والدنيا ما بين سلمى وسلام قصتنا هذه يومية توصف لنا خمس دقائق مع أبوها بعدها ما خلصت حشي قاسة كانت أول بنود الأمم المتحدة أنا أدري أن أبوها معيوف مخه فاضي وأحياناً بيت ما يدله ولازم تشرح له السالفة مرتين وثلاث مرات علشان يفهم أنا ما أعرف كيف يدير هذه القهوة لكن أنا بروح له واللي يصير يصير السلام عليكم عمي معيوف عليكم السلام ورحمة الله طب انت سالم علينا كده هاوي علينا من السمك من جنبو ذيل عطرش ما تراني ود الحلال كيف حال امك؟ امي بخير بالحمد لله الحمد لله ابوي ما دام انك كنا بخير العدو ما يقرب منا عمي معيوف ايش اخبار شمس؟ شمس يعني هذا من بو قدام القابل ما شمس مو من تفرش نورها نستانس ونفرح سالم ابويا انه عندي هارده مع بنتي شمس تو انت دايما داخل علينا مثل الثور الهايج لو سمحت عمي انا ما ثور أنا سالم من هواتف نقالة وساعات مستعملة بي 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 تو انت مرتدك ورمت غنوزك تروني أمدح معك
عمي معيوف، انا جاي اسال على الخال سعيد، هو مر عليك؟ قول لك مسلم. أنا ما تبغى تشوف القهوة؟ ما قاصر عليك شيء ولا شيء؟ مثل الحليب سكر حاجب الشاهي. السكر ناقص والحليب يبالي شوي زيادة. إنزين في اللي تقول لك مشي سوبر ماركت بال عثمان، هات لك من هنا خلي يعطيك ثلاثة كروتين. كروتين؟ هي ثلاثة. إن شاء الله. مشكور يا مسلم. عجبني روحي لديه البيت واجد. شاطر. وخفيف الأمور مرة ما يتعايد بعد. ما عرفني والله رقي لم يدير عم في القهوة. يا ترقي هيك بعد راسي خلي على وظيف تحتم في الرش. ما عندي بقول للترقية. أنا معيوف. هم متلم. بوسامي أشوفه وايد وارم زعلان. وهي جبت أنت بوسامي؟ داخل القهوة هنا؟ الظاهر عنده مشكلة كبيرة ما لاقي لي حل. عفب مشكلة كبيرة وانا موجودة هنا. اقول احنا هالبلد نتكاتف حذيتهم نساعد بعضنا بعض حذيتهم. ايه ما قلنا قم بشان شوالف. انا زاك الله خير يا عمي. زاك الله خير اسمي لك هم بدري. أقول لك لا تمغط دينك حول حتى بيت حمراء. هذا مسؤول مخلط لنا الحكومة علشان يخدم الناس. ما يقول هم والله عطوني غوازي ولا طلبكم بيلقد مو شافي يتفعب أبنو. صور يا معيوف يكلمني في وجهه ويقول لي إذا ما تدفع 500 ريال ولا الطلب مالك ما يمشي. وسلم عليه. كيف يعني الطلب مالك سلم عليه؟ ما يحسب البلاد ما فيها قوانين مو الا فيها قوانين صارمه. هل اللي غلطان تردكم في مكانه؟ انا ابغى الحل يا معيوف لاني متورط. على الاقل حد يساعدني ويحل مشكلتي لاني بصراحه ما عندي فلوس اعطيه. قلت لك لا تمغط دينك حول هذا الانسان ده. روح اشوف انسان ده ما يحسب حاجه الناس. نعم ما يعرف انه هو في مكان لازم يخدم الناس وحوايج الناس ومعاملات الناس. صدقني يا معيوف اتمنى احصل الجواب او المساعده من اي احد. انهض ابوي انهض خلينا نشلك حال سلمى الوحيده اللي بتحل لك مشكلتك وفي غمضه عين. سلمى انا سامع عنها وايد اكيد هي اللي تساعد الناس. ابوي هي قلت لك هي هذه سلمى. الله يسلمك احنا عندنا في الحوله عن نيجر دان. نعم يلا يا معيوف يلا. يا القهر. سلمى ما يمر اسبوع الا مسوي صفقة مع 5 أو 6 على الاقل. وانا يا حسرتي علي واحد ويا الله ترزق منا الله. لازم اعرف شو السالفه يا سلمى. ما راح اطوف لك. سلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. انت وانت سامع دامك كذا منين جاي؟ انا واحده من فريشكم لاني مسافره ولا شيء. كان جاده وسافري وما ترجع البر. المهم خلصني ذا مو بغيه. انت اللي اشتري. انت امرني على شيء انا أنا متأكد إن إبليس ما يحبط فوق راسي. معيوف حرام عليك.
لا تدشني قدام الناس. ابليس مسوي صفقه معك، خطفي ابوي من قدامي مشي دوري ربعش. معيوب يهون عليك تطلب مساعده من غيري وانا موجوده؟ حصلناها يا مساعده، حصلناها من عند غيرش. اسمحي لي انت، ما يا رب هذه سلامه اخطر حرمه في العالم. تطنز علي يا معيوب؟ ها هذه هي وجيمس بوند عداوه، لكن اذا تلاقيوا صاروا ربع ويبنيوا سعادتهم على تعاسد الاخرين. ما عليك منا ولا تسمع منا ولا كلمه، اذا احتجت شيء انا موجوده. خلا خلا ابو سامي. حيا الله حيا الله الضيف. شو هذا بعد؟ شو حكي هاي؟ حسبي الله عليك بالحرمة. سلمى بالجوهر، سلمى بالجوهر. ها هذا الاسم، هذا الاسم اللي يرد. ما شاء الله عليه، الله يبارك فيه ان شاء الله. صباح الخير. وين جيتي؟ صباح النور يا هلا بالغزال. من وين طلعتي لي انت؟ بصراحه كنت انا رايحه السوق وقلت بجيب لك هديه معي. زين هديه شو المناسبه وليش وش حقه؟ لا بس كذي جبت لك ساعه. إيه؟ علشان اشوف الوقت فيها ما تاخر على التاكسي طلع فيه مبكر. زين وجبت لك بعد غرشة عطر حلوة تعطر فيها وتصير ريحتك طيبة. سلامة، شو اللي يدور في عقلك؟ أخاف إنه تبين مني شيء ولا أنا غلطان؟ مرحبا أختي. أهلين مرحبتين. ها سعيد خوفتك الساحرة سلامة؟ أنا ما تخوفني بس أنا بعرف شو قاشف فيها. أنا أصلاً أعرف كل تحركاتها وهي تموت ما تعرف عني شيء. سبحان الله سبحان الله. أنت شو قاعد تشوفين؟ شو قاعد تعرفين؟ أقول لك. ها. إيش الكيس اللي عطتك إياه؟ إيه بارك الله فيك، عند حد توقفي. هاي المشاكل هاي والخربطة مالت والمشكلات هاي اللي سوينا نسوينا. أنا أخوك خايف الناس شو بتقول عنك. الإنسان إذا عرف إيش يصير حواليه نجح في حياته، وإذا غاب عن كل شيء في حياته وما عرف شيء فشل في حياته. سبحان الله، لو أنت مو بختي وعرفت زين كانت لا هاي الحرمة مينونة، لكن الظاهر أنت سابقة عصرك 20 سنة، كلامك كله فلسفة علم. أخ نحن نفكر من رأسنا إلى أخمص قدمينا، بس أنتي عجيبة تعجبيني. بسم الله الرحمن الرحيم. حتشة قلني أنتي فزعتيني. فزعتك؟ شفيك أنت شفيك؟ ايش فيك يا سالم اللي اعرفه انه مخك براسك، صاحي ولا انت مو صاحي؟ لا مخي انا في الصين ما في راسي. لا والله ايش تقصد يعني؟ اللي تقول عنهم هذيل راعين المباريات وكرة القدم مخهم في راسهم وبريونهم، واللي اعرفه عنك انه مخك انت في راسك، في راسك يعني مكور. على العموم انا مالي بعرف فيش، الله يخليش انا مبند الدكان ورايح البيت ومالي فاضي. سمعيني يا سلامة، عندي ساعة أثرية اسمها سلامة، لو تلبسينها بيكون تحفة مرة، ونخليش في المتحف انت وسالم. سالم أنا قاعدة أقوي علاقتي معك، إيش فيك علي؟ علاقتش؟ إيه ومعاي؟ إيه لا الله يخليش، انت في وادي وأنا في غبة بحر، ما بين علاقات، بليز. سالم انت مخك لا يروح بعيد، احنا عيال ديره واحده. ما عندي مانع، لكن انا ما لي بارض فيش لاني باغي ساعه الغداء الحين، ابلد الدكان ورايح البيت. باي باي. ما في فايده، مخه بطيخه مره مثل امه.
شوك وبزار وفلفل. أنا أبغى أعرف من قال لك مسيحو السلامة؟ أنا ما أتذكر حتى اسمها نسيته. إلا يا أبو سامي، أنت لو مشيت حال سلامة كان تو أنت في السجن، والغلط محسوب عليك أول بأول. سلامة هين وسلمة هين، الله يهدي. لكن سلمة يا معيوف ما قصرت، عليها مخ ولا 20 رجال. يا أبو سامي، سلمة إحنا نعرفها أكثر من غيرنا. سلمة تقدر تحل مشاكل كثيرة، وأنا أقول لك الكلام ذا مهنة من لبة فوادي. سلمة حرمة خطيرة. طبعاً طبعاً يا معيوف، مدام أنها تتميز بهالمواصفات فلازم تكون خطيرة. بسامي، أنا بصراحة باغي أقول لك كلام، بس حد لا تجلس تقول حرة بأكل واحد تلقاه. عفا عفا يا معيوف، تفضل. سمعني، هذا الكلام خطير. الله يسلمك، مرة من المرات دخلت علي سلمة وهي جالسة تقرأ كتاب تشرشل، هذا مال بريطانيا، وتحت هنا سطرين عن هتلر، مال هذاك مال جرمن. لا ما كتب حدا، خلني نجيدك من شعر بيت تقرأ عن التفلسف. تقصد كتب الفلسفة؟ يوم قلت لك إن سلمة خطيرة. على كل يا معيوف، أنا كنت مرة هني وقلت بالمرة عاد أسلم عليك وأشكرك على مساعدتك لي. عرفت يا سعيد؟ أنت تروح قبله. ايه؟ لأني أنا بصراحة سألت عنه وعرفت إنه سهل نصيده. والسكرتير وش نعمل معه؟ تعال صح ذكرتني، برايك أنت هذه الهدايا عطية. السكرتير ولا الريال؟ اثنينهم ياخذوا كل شيء، أنا سألت عنهم. معلومات تصح؟ ما تورط يا سلمة؟ أنت اسمع أختك ونفذ. إحنا اخترنا هذا المكان يا أبو سامي عشان يكون بعيد عن عيون الناس. إيه نعم يا أبو سامي، الدنيا تغيرت والمسؤولين الكبار مو ساهين، بس الصغار الله يهداهم إن شاء الله. لكن الفقير المحتاج إيش يسوي يا جماعة؟ لأنه يرفع يده لله سبحانه وتعالى. بس إحنا كنا لازم نكون يد واحدة نتكاتف ونتعاون ونساعد بعضنا البعض. ولا يهمك يا أبو سامي، أنا رتبت لك كل حاجة، ما عليك إلا إنك تدخل عند المكتب وتعطيه هذا الظرف. لكن اسمعني، لا تتعجب إذا شفت سعيد عنده في المكتب، زين؟ سعيد؟ إيه نعم، أختي مرتبة كل شيء. عاد اسمحوا لي، أنا سايرة، تفضل وياي، تعال. أوقف بعيد عن المكتب، خلي سعيد يدخل، وبعد 10 دقائق ادخل أنت وراه. يا وكم الهد يا ابو دقلين، يا ليتني كنت ربانا. يا وكم الهد يا ابو دقلين، هلا هلا بالطيب، هلا بالحبيب، هلا بالغالي. الله رد علينا. نعم اعرفك، انا شفتك من قبل. ما تعرفني، لكن الحين بتعرفني زين ما زين. هذين بنو ياسين هنيا، شو الشغله عنده بضي؟ اكيد طبعا هذين مو بحسن مني انا، صح ولا خطا؟ هذا حالك وهذا حاله والاثنين هذا حالي انا. عجبي انت وين؟ والجماعة اللي جالسين وين؟ زين. مرحبين. قلل. أقدر أشوف اللانش مالكم؟ قصدي النوخذة مالكم؟ موجود وفي الأمر والطاعة. عيل أبوي قل له. ها؟ قل له السعيد بن جوهر يبي يشوفه لو 5 دقايق. ها؟ ترى الغنائم موجودة. وعمك أبو فايز يسلم عليه. ها؟ من هالخشم طال عمرك. ولا يهمك هوا. وهذين ماذا هذو؟ ها ايه هذول مكتوب عليهم يناموا بس. تعجبني ولا بتتعبني؟ ثواني واكون عندك. اخ
هذيلة لو يتمون لايتين على السيف ما بيشوفهم. هذا الذيب اللي داخل ما بيشوفهم بالمرة ولا يعيب شكلهم بعد. تعجبوني انتو. ابو فايز؟ من هو ابو فايز؟ انا ما اتذكر هذا الاسم. والله طال عمرك الكلمتين اللي قالهن الغنايم موجودة. ابو فايز يسلم عليك. رشك شيء؟ اعطاك شيء؟ كريم؟ علبة صغيرة بس حالك انت العلبة كبيرة. زين زين ما دام انك ذاك خليه يدخل. من عيوني طال عمرك. الساعة هذه تحفة. انزين كانت موجودة في أكبر متاحف في فرنسا. اشتراها اللورد خلفان السادس عشر في سنة سكتو. وهذا رجل أعمال إنجليزي زار مسقط قبل يومين وعطاها عامل الفندق اللي سكن فيه هدية. رابي انت قاعد تلف علي ولا ايش؟ مخك براسك. احلف لك اللي جالس اقول له كلام. اكيد اللي انت قاعد تقوله كلام. ليش؟ بالعادة انت تنبح؟ لا 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 اعوذ بالله من النباح. انا ادمي. قول لي بالاخر كم بتعطي للساعة هذه؟ الساعة هذه تحفة ما مثلها في الوطن العربي. تبغاني احلف علشان صدقني؟ لا 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 تحلف، اخاف تحلف كذب وتطيح. قول لي بالاخر كم قيمة هالساعة؟ حالك انت بسبعة. زين؟ خمسة موافق؟ خمسة ونص، ايش رايك؟ خمسة؟ والله تبغى غيرها بقول أربعة. أربعة ونص. قصي هات وخذ. اليوم بعطيك ريالين وباكر بعطيك ثلاثة، ايش رايك؟ يعني أسلم على فلوسي. باغها بريالين باغنها بريالين. اسمعني، يا تبغاها بخمسة ولا أقول لك هويني. الحمد لله أبو فايز توه جاي من لندن ويسلم عليك سلام كثير ويقول لك ها إذا هذه السنة تبغى تسافر لندن ترى حاضرين لحن ومستعدين بارك الله فيك. بس ها حدد متى بتسافر. والله إن أبو فايز بصراحة. تفضل هذه الهدية من أبو فايز. بس ها يوصيك على يوم الجمعة ضروري تمر عليه. تعجبني حتى لو بتتعبني. ليه يا جماعة؟ ماشي مشكلة. أبو فايز يأمر أمر. بس لو تخبر يمر علي قبل ليلة الجمعة. إن شاء الله. من عيوني ببلغه. بس ها اسمح لي أنا عاد بستأذن عندي شغل ضروري. ليش يا طويل العمر؟ ليش مستعجل؟ تو الناس. ما مشكلة خليه يتفضل. الأخ سعيد ما غريب. منه فينا. اسمح لي. أنا عاد الحين انتهى وقتي والوقت الباقي حق غيري. تفضل أبو سامي. تفضل أبو سامي. هلا ومرحبا. هلا ومرحبا أبو سامي. كيف الحال طول العمر؟ الحمد لله أبو سامي. تفضل. سريع سريع. أحسنت. ها أبو سامي إيش أخبارك؟ الحمد لله. وإيش أخبار الشغل؟ الشغل إيه؟ الشغل هذا هو والعدد مضبوط 500 ريال مضبوطة. ما كان في داعي تقول 500 ريال يا أبو سامي. علشان أحفظ حقي. تحفظ حقك. إيه صحيح صحيح. كلنا نبغى نحفظ حقنا. الشرطة معك. شرطة؟ إيش صاير؟ إيش لك؟ فرحان بالأكياس اللي ما تتوقف. هذا الرجال مو شريف. هذا الرجال حرامي. جاي يرشيني وأنا صراحة رافض. ما شاء الله عليك يا نوخبة. تحت بالفخ. تعجبوني يوم هديتوني. أنا شاكر لك يا سلمان وأنت يا سعيد على خدمتكم ومساعدتكم لي. فعلا الناس للناس. للأسف في بعض الموظفين في الدوائر الرسمية إيدينهم طويلة. كلامك صح يا أختي. معظم الناس من الخوف والضيق مساكين ما يتكلمون يبغون يخلصون معاملاتهم. شو يسوون؟ علشان نعيش في مجتمع صحيح لازم نتعامل صح، والغلط لازم نقول عنه غلط حتى لو ظل 20 سنة، بس ما نخليه ونوضع له حد علشان ما يتفشى مثل الوباء. يا سلام يا سلام عليك يا أختي. شو هالعقل النير اللي عندك؟ أصدق يا أستاذي العزيز
اختي ما شاء الله عليها ما تخطو خطوه الا عارفه شو بتسوي، تساعد الناس ما تخلي الناس محتاجين. ما قصرتي يا سلمى ما قصرتي، وبصراحه لولا الله سبحانه وتعالى وانتي ومعيوب وسعيد كنت ناكلين فورطه كبيره ما حصل لها حل، لان الطلب اللي عندنا ناخذه يتعلق بمستقبل شغلي واسرتي واولادي. والحين بهذه المناسبه يشرفني اني عزمتكم على الغداء. غداء؟ تعجبني.